رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم مجددا. دايما بنحكي عن قصة الرجيم وليه عم نضعف وليه ما عم نضعف وليه عم ننصح مع أنه ماشيين بالرجيم، بس السؤال يلي دايما بيطرح نفسه، ليه في ناس بيضعفوا أسرع من ناس، أو الأصح القول أنه في ناس يمكن بيمشوا حسب تعليمات اختصاصية التغذية، ولكن للأسف كل المحاولات بتفوت بالحيط. لمعرفة هذا الموضوع أكثر، نحن بتواصل مباشر عبر تطبيق زوم مع اختصاصية التغذية هبة أبو لطيف لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، ولنشوف ليه في ناس بتضعف بسرعة وفي ناس بتطول كثير لتضعف. صباح الخير لك يا هبة. بونجور صحتي، كيفك اليوم؟ اشتقنا لك. نحن بالاكثر، انا اشتقت لك اهلا كثير. وسهلا فيك وانا كمان. يعني عن جد هذا سؤال بيطرح نفسه، لانه كلنا بس نمشي بالدايت بنصير نقول انه لازم نضعف ولازم ولازم، ولكن دائما بيكون في ديكالاج بين شخصين، شخص عم بينزل بسرعه وشخص بتحسيه حاطط تقله وما عم بينزل كيلو، ليه؟ صح، واجمالا كمان في اشخاص بيعملوا نفس الرجيم، اذا بدك انت وجارتك مثلا تاخذوا نفس الدايت، نفس الاسلوب الحياه، نفس الالتزامات، بس شخص بيضعف شخص ما بيضعف. في كثير اسباب بتاثر على انا قد ايه بدي اضعف، او كل شخص قد ايه بده يضعف. اول شغله اذا زلمه او مراه، يعني انا ما فيني اجي اعمل انا وزوجي نفس النوع الدايت، نفس الاسلوب الحياه، نفس الشيء، حتى لو اخذنا الكالوريز اللي جسمنا بحاجه لهم، كل واحد مختلف عن الثاني، بس ما فيني اقارن قد ايه انا عم بضعف وهو عم بضعف، لانه الرجال بضعف اسرع من المراه اجمالا، لانه عنده نسبه كتله عضليه بجسمه اكثر من النساء، وهذا الشيء كثير بيأثر. فانا ما فيني اقارن حالي بجنس اخر قد ايه عم بضعف. ثاني شغله، قد ايه في عضل عند الشخص كثير بيأثر، يعني انا اذا جسمي في عضل اكثر من جسم غيري، وانا والشخص عم نعمل نفس الرجيم، انا رح اضعف اكثر، فهذا الشيء كثير بيأثر كمان. فكمان بالتالي الرياضه، اذا عم بعمل رياضه كمان بتأثر، يعني انا اذا شخص بعمل رياضه كثير وشخص ما عم يعمل رياضه كثير وعم يعمل نفس نوع الرجيم، كمان الشخص اللي بيعمل رياضه حيضعف اسرع، لانه عم بيعمل عضل والعضل بيساعد الشخص يضعف اسرع. سو هودي اول ثلاث اشياء اذا بدك اساسيه بدنا نركز عليهم. بنروح لاسلوب الحياه، قد ايه انا اسلوب حياتي كيف هو، يعني انا بنام منيح ما بنام، قد ايه بنام، كم ساعه بنام. سو انا ما فيني اقارن حالي بغيري اذا انا ما بنام كثير، يعني انا بنام 4 ساعات وغيري بنام 8 ساعات، اللي بنام اكثر رح يضعف اكثر. سو كمان بدنا ننتبه لاسلوب الحياه، طريقه النوم، كمان طريقة كيف أنا باكل الوجبات تبعولي، يعني بتروق بتغدى بتعشى، كيف عم باكلهم بانتظام، عم بنسق وقتي، عم بنسق وجباتي، ما عم بعمل سبيس كتير كبيرة بيناتهم، كلهم هودي الأشياء كمان بيأثروا على نزول الوزن. هبة، بس في هيك دايما سؤال عن قصة إنه نحن عم نزعبر ولا لا، يعني بمعنى انا بقول لك ايه ماشي بالدايت يلي اعطيتي لي يا هبه وما عم زعبر ابدا، بس انا بكون عم لا مش كل النهار ومفكره حالي انه ايه ماشي بالدايت. الى اي حد انا اوقات بكون يعني عم بفكس هيدا الشيء بدون علم مني، لانه بتشوفي مثلا الاخر ملتزم بهيدا الشيء وماشي حاله عم بينزل كيلوات كثيره، انت ملتزمه وما عم تنزلي، يعني معناتها اكيد غير حضرتك ذكرتيهم، يعني معناتها في شيء غلط عم بيصير، يمكن انا عم بلقمش، يمكن انا عم بزيد، يمكن انا ما عم بشرب مي. ما كمان هيدا الالتزام لازم يكون التزام انا على حالي لاقدر نزل كيلوات. مزبوط، سحر وكثير بتصير، نعم سوري قلت لانه اوكي، وكثير بتصير عندي، يعني بيجوا الاشخاص يعني ملتزمين عاملين الدايت كله مثل ما قلتينا على الورقه والقلم، مزحنا وبس نجي ناخذ فود ريكورد تبعولهم ببين عنا قد ايه في تخبيص، يعني مثلا عشيه ما اكلت، ما تعشت، ما اكلت نشويات، الفواكه قلتي لي على القد اكلت، بس حتى صحن بزر هالقد مثلا ولقمشته، اوكي، او انه مثلا قلتي لي كتر خضره، بس انه كترت اكلت شيء 4 جزرات واكلت، يعني كترت صحن السلطه، وصحن السلطه اوريدي في زيت. سو يعني بدنا ننتبه لهول الاشياء، في هيك تفاصيل صغيره ما بننتبه لها، يعني بتاثر كثير. يعني انا اذا عم باكل صحن سلطه ولا اكلت تبوله لشبعت قبل ما بلشت اكل، ما التبوله ما لها سلطه اصلا تعتبر، يعني انه فيها الارغل، هي اشياء كثير فيها كالوريز، يعني فما فيني اكثر منها، بدي انتبه قد ايه بدي اكل، وحتى اذا عم باكل سلطه
مش بدي انتبه كمان للدريسنج اللي حطيته، مش انه اذا انا اكلت سلطه بدي اخليها تضل تلمع من الزيت. سو في كثير اشياء تبس صغيره بدنا ننتبه لها، قد ايه انا كالوريز عم مرقهم سريعين او قد ايه عم بشرب الكالوريز تبعولي. يعني انا اذا شربت انرجي درينك او اذا شربت سموذي بالنهار وثبت حالي انه ما شربت شيء ورجعت اكلت، هودي كمان عم بيكونوا فري كالوريز اذا بدك، 200 كالوريز عم بفوتوا مينيموم على الجسم هيك من دون ما نحس. سو في كثير اشياء بنتبه للشخص، واكيد البورشن سايز قد ايه بيأثر. يعني انا أكيد اذا عم باكل بس انه كبره صحنه مع رمته كمان بيأثر. هبة دايما بتنصحينا بخلال لقاءاتنا انه نكتب، وانا اول مره سالتك اياها انه طب ليه بدنا نكتب؟ قلتي لي اللي بيكتب بصير يعرف قد ايه عم بياكل وقد ايه عم بفوت على جسمه كالوريز، قد ايه مهمه هيدي العاده؟ هلا هيك اول ما تقوليها قد ايه حدا صعب شوي انه اقعد اكتب، مين بيقول لك؟ بيقولي لك مين له جلاده هلا يحمل الورقه والقلم ويقعد يكتب؟ بس هي مزبوط قد ايه مهمه، لانه نحن بس نكتب بنصير نعرف قد ايه اكلنا، واذا ما كتبنا يمكن بنكون عم ناكل الاخضر واليابس ومنا عارفين. انا على طول اول ما يبلش رجيم الشخص عندي بطلب منه فود ريكورد على اول اتليست اول جمعه بس يفوت بالمود تقلن. يعني بس نعم مش انه نكتب ضروري ورقه وانا لك النهار، يعني على القليل عشيه انا بس اجي اقعد اعرف حالي شو اكل اكتبهم ارجع هيك رجعهم. يعني انا اكلت هيك تروقت هيك اتغديت هيك اتعشيت هيك لا مشيت مثلا. واذا بيقدر الشخص على كل وجبه يكتب بيكون كثير منيح، ويكتب الديتيلز وكيف حاس من بعدها وكيف نسبه الشبع، يعني هالقد ممكن اوقات اطلب منهم تفاصيل، يعني كيف قد ايه كانت نسبه الجوع، قد ايه كانت نسبه الشبع، شو حسيت، انبسطت، انتفخت، وجعني بطني، يعني كل هول الديتيلز ممكن اكتبهم. ليه مهمه؟ لانه انا عم بحرك الوعي تبعولي، عم بنتبه لحالي عشيه انه هي انه يمكن لما تاكلي ما بتنتبهي بس عشيه بس تحطيهم انه البلد طلعوا كتار هول الاكلات، وخصوصا اذا عم بحطهم على شيء ابلكيشن على التليفون عندها كالوريز، يعني انه بتحط لك الكالوريز، واذا انت عم تراقبي حالك مثلا بدك 1200 كالوريز وجيت عشيه دخلتي لها قد ايه اكلتي، حيطلعوا يمكن اوقات اكثر. انتبهي انه وين الغلط صار، انا هون كترت الكميه مش لازم هالقد كنت اكل. سو هذا الشيء بيولد عندك وعي لبعدين، بتصيري مره على مره تنتبهي انت لما تيجي تاكلي الكميه اللي عم تاكليها قد ايه لازم تكون، او اذا طلع على بالك شيء واكلتيه بتعرفي حالك انت هون عم تكون عندك كريفينج ما عم بيكون عندك جوع مثلا. يعني هول الاشياء بيساعدوكي بس تولدي الوعي انت تعرفي تتعاملي مع جسمك. هبة في شي جسم ما بيحرق أبدا؟ يعني كمان بنسمعها إنه جسمي ما بيحرق أبدا، في شي جسم ما بيحرق أبدا؟ في اجسام كثير الميتابوليزم عندها كثير بطيئه، وهيدي شغله من كثير اساسيه من الاساسيات تبعون ليش الجسم ما بيضعف اكثر من غيري، لانه الميتابوليزم تبعولي بتاثر. سو انا بس يجي عندي شخص يبلش دايت ما فيني اوعده بدك تضعف 4 كيلو بالشهر ولا 3 كيلو بالشهر، مع انه اكثر الاشخاص بيقولوا لي قد ايه بدي اضعف، اول سؤال تبعونه كم كيلو رح انزل. سو انا ما فيني غير ما اشوف جسمه كيف عم بيكون. سو انا بدي اعرف قد ايه معدل الحرق عنده، وهذا الشيء له كثير اختبارات، يعني ان كانوا على الانبادي او الماشين البادي كومبوزيشن بنشوف قد ايه بيحرق، وفي ماشين متخصصه للميتابوليزم اندايركت كالوريمتري اسمها، بنحطها للاشخاص بنحطهم عليها بيتنفسوا من خلالها بنشوف قد ايه جسمهم بيحرق، اذا كان معدل الحرق عندهم بطيء او اقل من غيره من الاشخاص معناتها هذا الشخص حيكون بصعوبه عم يضعف، وبالتالي نحن لازم نعطيه اشياء تزيد معدل الحرق او لايف ستايل معين تزيد معدل الحرق عنده تيصير يضعف بشكل اسرع، والا اذا ما انتبهنا لهيدي الفكره حيكون عم ياخذ دايت وعم بيجرب وعم بيتعذب على الفاضي. بالنسبه للمراه اذا عندها لخبطات كثير بالرجل او بالعاده الشهريه، هل هالامر ممكن كمان يؤدي الى اخفاق بهذا الموضوع؟ مظبوط، ومش بس اللخبطات، الصبايا كثير عم بيكون عندهم بي سي اوز او تكيس على الموبايل، وهذه سبب من الاسباب. يعني بلاقي كثير صبايا عم جرب تضعف ما عم تضعف لانه ما عم يزبط معها ولا رجيم، بس تروح لعند الجاينيكولوجيست بيكون عندها كيس على المبيض، وهذا الشيء كثير بياثر على نزول الوزن وبياثر على الدوره وعلى ثقبه الدوره. يعني الراجل تتلخبط بده يكون في اساس سبب طبي معين، يعني بدنا نرجع له. يعني انا ما فيني يكون الراجل عندها تتلخبط وما مهمل هذا الموضوع، لانه اذا عم تتلخبط هرمونات ملخبطين في شيء، يعني في شيء طبي لازم اعالجه، واغلبهم بيكون البي سي اوز او التكيس على المبايض، وبس يتعالج هذا الشيء كمان هون بيرجع بيتحسن نزول الوزن،
ومشان هيك انا بشدد كثير على الفحوصات الطبيه قبل حيالله رجيم ما نبلشه. يعني فحص الدم ضروري لنعرف كل المشاكل، ممكن اشخاص يكون عندهم مشاكل بالغذاء، ممكن اشخاص يكون عندهم مشاكل تانية مخفيه مش منتبهين لها، ننتبه لها بعيد الفكرة. هبة، هو إجمالا اللي بيتعذب أكتر بالرجيم هي المرأة مش الرجل، ولا ما خص هون، خص الجسم ومعطياته وتفاعله مع هذا الرجيم؟ نحن لانه كميه اذا بدك نسبه الدهون عندنا اكثر من الرجال، ونسبه العضل عندنا اقل، فممكن نحن تنضعف نتعذب اكثر، بس بهيدي الفكره يعني. بس ما خص يعني، اذا انا منتبه لحالي عم بعمل رياضه بالشكل المطلوب، عم بعمل الرياضه اذا انا عندي دهون بالفات بيرنينج زون تبعولي، يعني انا عم بحرق دهون بدقات قلب معينه، يعني عم راقب دقات قلبي انا عم بعمل رياضه، لانه يعني في اشخاص كثير بيعملوا رياضه وما بيضعفوا كمان. سو بدي هون بصير اقول لهم انا انه اعملوا رياضه بالفات بيرنينج زون، بعطيهم قد ايه وين جسمه عم يحرق دهون بين اي دقه قلب واي دقه قلب، اذا بنلاحظ بصير يلاحظوها على السمارت واتش تبعولهم. وعم يعملوا رياضه بالشكل الصحيح مثلا بيضعفوا بالشكل المطلوب، ما خاص يعني اذا نساء او رجال، اذا كانوا كل الاشياء مرتبينها. في اجسام هبه بدها وقت لتقلع، يعني مثلا حضرتك عم بتقولي انه بيجوا ناس بيقولوا لك يلا بدنا نبلش بالرجيم كم كيلو بننزل اول جمعتين، في اجسام بدها وقت، يعني بتاخد مثلا جمعه جمعتين ثلاثه لتركلج على هالرجيم اليمونتير يلي حضرتك اعطيتيه، لا ترجع تبلش تضعف، ولا لا بمجرد ما تعملي شوك للجسم برجيم جديد بده يضعف وبده ينزل؟ لا في اجسام بتطول تتقلى ديبندينج على شو صاير معهم. يعني انا كم مره مجربه دايت، اذا مجربه رجيم الشوربه، رجيم الخس، رجيم ما بعرف شو، كل هالرجيمات وجاي بدي اعمل رجيم عادي، ما رح اضعف مثل حدا مش مجرب كثير رجيم رجيمات وجاي عم بلش عم جديده بشكل صحي. فالشخص اللي مخبص كثير وعامله دايت ونازله 10 كيلو بجمعه واحده ورجع طلعتهم دوب لهول الاشياء، هول كثير بصعوبة يرجع يبلشوا يضعفوا بالشكل المطلوب. سو الهيستوري تبع الشخص بيأثر على هذا الشيء، في أجسام ايه بتطول لتضعف لأنه الهيستوري تبعولها بيكون عم دايت كثير، جسمه الميتابوليزم تبعولها ما منيح، كل هالأشياء بدنا نراقبها قبل ما نقرر قد ايه الشخص ممكن يضعف أول فترة. كاركتر اريديتار قد ايه بيلعب دور؟ لانه اوقات مثلا بتشوفي في نصيحه معينه بيقولوا لك انا ردي لعمتي لخالتي او لحدا من العائله، لما بيكون في فاكتور اريديتار قد ايه الامر بيزيد صعوبه لما الواحد بده يمشي بالدايت؟ مظبوط، هلا كثير الدراسات عم تشدد على الموضوع الجينات وقد ايه جيناتنا بتاثر على جسمنا وقد ايه بتاثر على ضعفنا. كثير الجينز بياثروا على الضعف، كثير الوراثه بتاثر، بس مش معناتها مستحيله، مش معناتها انا اذا عندي ريسك اوبيزيتي بالعائله يعني انا مضطره اطلع اوبيز وخلص بسلم امري لله، لا. هود الاشياء بروتكتيف، يعني انا اذا عملت التست مثلا دي ان اي تست وعرفت حالي انا عندي ريسك سكري وعندي ريسك اوبيزيتي والجينات من الجينات اللي الشخص اللي بينصح بسرعه بخزن دهون بسرعه وات ايفر، هودي بروتكتيف تنعرف حالنا انه فينا نحمي حالنا، يعني مش انه اذا هيك يعني خلص انا مضطر اكون هيك وما في امل مني، لا. حتى لو عندي جينات انا مؤهله انصح اكثر من غيري، معرضه يكون عندي تخزين دهون اكثر من غيري، بس فيني انتبه لحالي. أكيد قد ايه مهم بس توصف ديتاتيسيان رجيم معين تكون عاتي هذا الرجيم متوازن، يعني احنا بنقول كل شيء محجوب مرغوب، فما فيها تمنعه عن كل شيء لأنه بده يرجع ياكل كل شيء، فهون قد ايه انتم بتاخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار انه ان بو دو تو مثل ما بيقولوا، شوي شوي من كل شيء لما الواحد بعدين ما يعود يخلي شيء الا ما ياكله؟ صح، هلا عم بلاحظي اصلا كل الدايتيشن صاير عم بيركزوا اكثر على اللايف ستايل تبع الشخص، يعني انا ما فيني اعطيك رجيم هو ذاته للكل، ما فيني اكتب ورقه واحده اوزع على الكل يعني نفس هيك وغير الكميات، لانه ما بدي امشي الحال، يعني بدي اشوف طبيعه حياتي، كيف بتاكلي، كيف شغلي، كيف وقتك، شو الاشياء اللي بتحبيها، شو الاشياء متعوده تاكليها، عشان انا امشي باسلوب اوصل للايف ستايل معين، يعني تكون لايف ستايل ما يكون دايت. وانا بشددهم على هذه الكلمه، ما تفكروا عم تعملوا رجيم وامتى بيخلص، يعني انا ما بدي اكون عم بعمل رجيم وامتى بنخلص وامتى بوصل لوزني وخلص هيدي هي خلصت، لا، هيدا لايف ستايل بدنا نمشي معه. وانا هون بحب كثير اعلم الكلاينتس انه انت بدك تاكل بهيدي الطريقه، هون بس كنت على بالك تاكل شو بتعمل، تيمشي بهذا النظام كل حياته وين ما كان يعرف ياكل يعني، وهيك بالتالي بصير يضل محافظ على وزنه على فتره اطول، مش انه انا وضفت هودي ال 10 كيلو اللي مضايقيني وخلص خلصت رجيم ويلا فكستها،
رجعت مثل ما كنت قبل. لا ضروري النيوتريشن اديوكيشن بهذا الموضوع، ضروري توعية على نظام الحياة كيف بده يكون، وعلى أنا كيف أتعامل مع جسمي، كيف أسمع لجسمي وأمشي بهذا النظام. أكيد. بالنسبة لآخر الأبحاث، وطبعا أنتم دايما مطلعين على كل شيء هبة، بلبنان خليني أحكي مش بالعالم، عم بتزيد حالات النصحة أكثر وأكثر ولا لا؟ لأنه صار في ريجيمات حلوة، ريجيمات معقولة، ريجيمات ممكن نمشي فيها وما تكون كتير يعني قاسي علينا، بالعكس نسبة النصحة عم بتخف. شوفي عم بتزيد عند التينيجرز، وكمان نفس الوقت عم بتزيد نسبة الهوس بالضعف كمان بشكل مخيف. يعني عم نلاحظ كتير صبايا بعمر المراهقة ما عم بيكون وزنهم يعني أنشأ، يعني عم بيصلوا للوزن المطلوب لأنه عم بيكون في هوس بالشكل المثالي للجسم. خارجي نفس الوقت لأنه ما في حركة والقعدة كل الوقت كمان في نسبة نصحة عم بتزيد. إيه عم بتزيد، عم بتأثر كتير إذا بدك بالغرب بأسلوب الأكل، لأن إحنا نظام أكلنا مختلف كومبليتلي عن الغرب، بس نظام الأكل تبعنا عم بيتغير، عم تكتر البورشن سايز حتى عم تكبر. يعني صار في، إذا ملاحظ من قبل كانت البرجر بالمحلات أصغر، هلا كل شيء دبل وبينك وجامبو وكل شو، كل هالأشياء صح، موجودة. ف مظبوط للأسف. حياتي تغير، فنسبة النصحة عم بتزيد، بس نفس الوقت نسبة المشاكل تبول الجسم والايموشنال ايتينج كمان كثير كثير عم بتزيد. وهون ضروري الاهل ينتبهوا لهذا الموضوع خصوصا عند المراهقين، كثير عم نلاحظه. بنهاية لقائنا الحلو معك هبة، شو بتحبي هيك تعطي إذا بدك فكرة أخيرة أو نصيحة أخيرة لكل أصدقائنا المتابعين؟ بدي اول شيء، اول اهم شغله ستوب كومبيرينج، ما بقى نقارن حالنا بغيرنا. مش انه انا بلشت الدايت وزميلتي بلشت نفس الدايت ونفس الاسلوب، عم نلتزم، هي ما ضعفت انا ضعفت رح انبسط وقاهرة، ولا هي انه اذا هي ضعفت انا ايأس من الموضوع. على طول في سبب، ما في شيء ما في له سبب، ما في هيدا اللي جربت كل انواع الدايت في الحياه وعملت رياضه والتزمت وقست خلص ما في شيء بيمشي معي، انا جسمي هيك. ما في، كل شيء له سبب، وكل سبب لازم ينعرف عبر كثير أسئلة وكثير كونسلتيشن تكون معمقة إذا بدك عن كل جوانب الحياة، وضروري نسأل عن كل جوانب الحياة فنوصل نعرف كيف نظام الحياة لهذا الشخص لنقدر نعطيه الدايت البيرسوناليز أو المخصص له. هبة أبو لطيف اختصاصية التغذية، شكرا كثير لك هبة، يعطيك ألف عافية، ونحن أكيد على تواصل دائم معك لنضل هيك ماشيين بفكرة الدايت بطريقة صحية وبأسلوب حياة صحي. أهلا وسهلا فيك هبة. بابا يا هلا أصدقائنا، نحن بنروح لبريك صغير، فسحة إعلانية ونعود لنتابع معكم مباشرة على الهواء.